حدش يخاف، احنا مأمنين اعلى درجات التأمين بالتنسيق مع القوات المسلحة، وكله ينزل ما يخافش. وانا اهو في الشارع ولفيت على غالبية اللجان في القاهرة وفي جيزة. من خلال حضرتك جولة حضرتك في عدد من اللجان، لاحظت ايه يا فندم بالنسبة لإقبال؟ أنا يعني إقبال يعني غير متوقع، يعني إقبال بصراحة ما كناش متخيلين إن في الساعات الأولى من النهار يبقى في هذا الإقبال. هل الوزير تتوقع مزيد من أعمال العنف؟ لا طبعاً، ما تقلقش، الناس كلها ما تقلقش. محدش يقلق. إحنا وجهنا ضربات شديدة ليهم. كل اللي حصل ده حاجة بدائية الصنع كان بيقصد بيها ان يخوف الناس تنزل من البيت. صوت زي ما يعمل فرقعة كده، زي علبة البومب بتاع الاطفال في الاعياد. بالنسبة يا فندم للخطة اللي اتحطت لتأمين عملية الاستفتاء، ممكن ناخد فكرة مبسطة عنها يا فندم؟ طبعا دي خطة ما انا ما اقدرش ان انا يعني افصح عنها، انما اللي انا اقول لك عليه هي خطة مؤمنة بالتنسيق مع القوات المسلحة بتضمن كل الاجراءات الامنيه اللازمه في اللجان وحوالين اللجان وفي الطرق المؤديه للجان. نقول ايه يا فندم عشان نطمن الناس؟ اقول لهم ما تخافوش وانزلوا، احنا موجودين، احنا والجيش وباذن الله مأمنينكم وباذن الله هيعدي اليوم على خير. بعض البضع العشرات بينزلوا في بعض المحافظات محاولين ان هم يعرقلوا عمليه الانتخابات، انما بيتم التصدي ليهم مباشره وتم ضبط العدد منهم، انما الحاله دلوقتي على مستوى الجمهوريه هادئه تماما والامور بتمشي كويسه وفي اقبال منقطع النظير في بقيه المحافظات.